بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية حرف د. د حرف حقدي حكاية. شهدت داليا إسات بوتايت كنش مانا بو حرف د اگر تي پستان بيت نقطة كيلسة او ز بولاد. إن شاء الله مستحكم لش درس لرد ينا بتفصل اوتامس. حكاية نقيما. شهدت داليا في طريقها رجلا عجوزا. داليا يولد بر قاري كشيني كورد. يركب دراجة بر ورسيبيتنا ميني بولغان إده بو قاري كشي. ويحمل خلفه دلوا سقيلا و أرقسيه بر آغر چلكني كتر بولغان إده. وقفصا به دجاجة و قفستا بر توخنا هم كتر بولغان إده دجاجة توخ. وفجأة خرق دبوس عجلة الدراجة و بردانيگه نينا يعني من ابونا وطن اسلامي اما نينا ورسپيتنين غلدرگين تشت فجأة بردانيگه توسطن خراقة تشت ديگن عجلة بو غلدرگ. فسقط الرجل على الأرض وانقلب الدلو. شنده كشي يرگه يقلب تشته و چلك إسا أغدارلده. وقفص الدجاجة و دجاجة توق قفصهم أغدارلده. أسرعت داليا تساعد الرجل العجوز فشكرها كثيرا. شنده داليا قاركشيگه ياردن بيشلكي شاشلده. شنده قاركشي اونگه كوب رحمت أيت.